تحيات لكم مشاهدينا الكرام ببرنامجكم نحو حياة أفضل، منطلع عليكم عبر شاشة تلفزيون نور الشرق. اليوم موضوعنا لليلة عن مجالس الشباب بالبلديات. تعتبر المركزية هي نظام يلي بيقوم على أساس تفتيت وتوزيع السلطات الوظيفية الإدارية في الدولة بين الإدارة المركزية من جهة وبين هيئات ووحدات الإدارية أخرى مستقلة متخصصة على أساس إقليمي جغرافي من ناحية أخرى، مع وجود رقابة وثائية إدارية على هذه الوحدات والهيئات اللامركزية. ومن بين هذه الوحدات اللامركزية وأشدها تطبيقا والتي تعتبر من أبرز صورها هي البلدية. تأثرت بلديات اللبنانية بفترة الحرب يلي واجهت لبنان عام 1975، مما أقعدت البلديات لأكثر من 30 سنة. تجدر الإشارة إلى أنه صدرت بلبنان قوانين بلدية متعاقبة كانت تدخل كل منها تعديلات على سابقتها، حتى صدور المرسوم الاشتراعي رقم 118 بحزيران عام 1977، والذي يعتبر ولا شك خطوة رائدة بتعزيز اللامركزية الإدارية وتوسيع إطارها. مشاهدينا، مثل ما ذكرت موضوع الليلة عن البلديات كيف بيتم عملها، وأيضا شو هو لنعرف أكثر مع ضيوفي الكرام مجالس الشباب بالبلديات وغيرهم كثير من الأسئلة مع ضيوفي الكرام موجودين معنا لليلة. بشرفني رحب بضيوفي، ضيفي ابن ساحل المتن الجنوبي، المحامي بارع ومن أجدر المحاميين، له وقفات قانونية كانت لها صدى على المستوى القضاء اللبناني. انتخب عام 2016 عضو مجلس بلدية ورئيس بلدية برج البراجنة، كونه الشخص المحبوب وشخصية مميزة ومرموقة ومن عائلة كبيرة ومعروفة في الوسط البرجاوي. إنه المحامي عاطف منصور. أهلا وسهلا فيك أهلا أستاذ. فيكي أهلا فيكي وبشكرك يا هلا. أهلا وسهلا. وأيضا ضيفي سفير السلام العالمي لدى منظمة دولية لحرية وحماية حقوق الإنسان، وأيضا مسؤول شؤون المخاتير في وزارة الداخلية والبلديات سابقا، الدكتور مدحت زعيدر. أهلا وسهلا فيك دكتور. مشاهدينا، أرجع أذكر بموضوعنا لليلة، هو ما نتعرف أكثر على عمل البلديات وخاصة بلدية برج براجنة، وأيضا عن كيف تحديدا عمل المخاتير، كمان كيف بيتم بالتنسيق مع البلديات أو هل في علاقة بيكملوا بعضهم. بداية أستاذ عاطف، رئيس عاطف، شو هي البلدية برج براجنة وتاريخها؟ يعني بداية أكثر أنه أنا بدي أشكرك جدا وأشكر أهلا وسهلا فيك استضافتنا لهذا اللقاء الحلو والمميز، وإن شاء الله نعطي ونضوي على أمور كثيرة فيما يتعلق بعمل البلديات. أهلا وسهلا. أنا إذا بدي أحكي عن بلدية برج براجنة بدنا نرجع تاريخ برج براجنة، هي عبارة عن ضيعة. إذا بدنا نجي نحكي من 50-60 سنة، يمكن الدكتور بيعرف برج براجنة كانت ضيعة، عبارة منطقة زراعية لا أكثر ولا أقل، عدد سكانها كتير قليل. هلا كبرت صارت مدينة، هلا فينا نقول عنها ما بقى ضيعة، صارت مدينة. نعم. بحكم التغير الديموغرافي اللي طرأ عليها نتيجة توافد أهالينا من مختلف المناطق في لبنان خلال حقبة 50 أو 60 سنة، وبالفعل شكلت انه صارت مدينه بامتياز. نعم. يعني لما كنا نحكي بعدد سكان برج براجي كانوا ما بيتجاوزوا ال 15 او 17 الف، انما اليوم بحدود ال 400 الف نسمه. هلا طبعا سكان برج البراجي الاصليين حاليا صاروا بحدود ال 47 الف، ولكن اذا بدنا نحكي على البرج تاريخيا انه ليش هالزياده الطفره السكانيه اللي صارت، شو اسبابها؟ لا اسبابها طبعا الحروب بجنوب، وجود العمل الفلسطيني بهذيك الوقت. نعم. اعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب، الحرمان من باقي المناطق بكل لبنان اللي هي سياسة الدولة، خلينا نكون بصراحة ما صار في اهتمام بالريف اللبناني، جعلت العشرات لبل الآلاف من هؤلاء الناس انه يتوافدوا الى المدينة مشان الرزق والعيش والى اخره، ولقوا في اماكن انه والله في مكان يقعدوا فيها، ان كان ببرج براجنة او بالحارة او بالغبيرة او بمريجي. من هون بنشوف انه برج براجنة صارت مدينة. طبعا برج براجنة من البلديات الكبيرة تعتبر. نعم. فيها بلدية مؤلفة من 21 عضو، تعتبر من البلديات الكبيرة من ضمن منظومة 14 بلدية بلبنان عندهم هذا العدد، باقي البلديات اقل من هذا العدد. صحيح. هيدا بشكل عام يعني عن برج براجنة. نحن ببرج براجنة بحكيكي بكل صراحة
المجالس البلدية كلها اشتغلت وقدمت وساوت، ولكن بظروف كتير كتير صعبة وضيقة، إن كان ماديا أو نتيجة الظروف، نتيجة الوضع الاقتصادي، نتيجة الحروب، الحرب 2006، مرقنا بعدة مراحل صعبة، يعني مثل ما بيقول واحد عم يلملم حاله وما زلنا حتى اللحظة. نعم. طبعا البلدية ببرج برازنيا أو بأي بلدية، بدي أحكي ببعلبك أو بزحلة أو بأي مناطق، إنه كل بلديات إنمائية بتعطي، ولكن ضمن يعني ضمن إمكانيات محدودة. نعم. ضمن إمكانيات محدودة، لأنه بعدنا نحن بلبنان نتيجة الغياب بحكيك إياها والتسيب الحاصل، بعدنا بنهتم بأمور بالبلدات، أمور مر عليها الزمن، يعني ما عدنا بنشوفها بدول برا متطورة ومتحضرة، إنه بيبحث بموضوع تأمين المي، تأمين الكهرباء، تأمين الصرف الصحي، شغلات بسيطة هي يفترض البلديات صارت بال 2019 تبحثي لي نمو طبع المواطن، أمن الشغلات للمواطن يقدر يعيش من وراء، بضمان الشيخوخة، بتحارب البلدية لإيجاد المشاريع، المنتزهات، نعم، الاستشفاء، دار المسنين، هالشغلات هيدي أنا بشوفها من خلال زياراتنا ببلاد برا، أنه البلديات بتركز على هذه المواضيع. صحيح. بابا في حدا بيقول لك بدي لمبة وبدي ضوء وأمن لي مي وتليفونات واتصالات، نحن عم نعاني الأمرين بالبلدية وكل بلديات لبنان، إنه مشكلة المواطن بيعتبروها للبلدية إنه أنت بدك تجيبي كهرباء وتجيبي مي وتجيبي صرف صحي وإلى آخره. يعني في معاناة، معاناة كتير كتير كبيرة، ورغم هذا وكله نحن مجبورين بالناس ونقدم نعم. الخدمات للناس ونساعد الناس ضمن الإمكانيات اللي عم بيحكيكي، وعم نشتغل مع الوزارات المعنية إنه بسبيل إنه تأمين حاجات الناس وتلبيتها، بس هذا ما بيمنع إنه هذا الشيء يمكن الوجه السلبي للبلديات والتعاطي فيها، بس إذا بدنا نحكي عن برج براجي في وجه إيجابي كتير كتير يمكن نتطرق له هلا بسياق الحلقة. دكتور، بصفتك كنت مسؤول شؤون المخاتير بلبنان، ما هي الأدوار التي لعبتها دائرة شؤون المخاتير في وزارة الداخلية خلال المرحلة اللي حضرتك كنت فيها رئيسة؟ بداية نشكر التلفزيون نور الشرق ونشكرك إليك على أهلا وسهلا، نورت استديوهاتنا. الله يخليك، تسلم. ولكن بالنسبة للسؤال اللي أنت تفضلتي فيه، نحن عملوا تنظيم عقمة بس ردوا وزارة البلديات على وزارة الداخلية، عملوا تنظيم جديد للوزارة، تنظيم إداري من جملة الإدارات اللي استحدثت، استحدثوا دائرة للمخاتير. نعم. ما كان في دائرة للمخاتير، هيدي الدائرة استلمتها أنا يعني. هلا جينا على الدائرة، كانت بداية يعني الآن وضع المخاتير بحالة مرسي جدا يعني، بلشنا نشتغل فيها نحن ودولة الرئيس الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري، قال بدي الدائرة تكون انه جدية بعملها، قلنا له فإذا نحن بدنا منك شغلة بدنا انك انت تواكبنا بهذا الموضوع وتعطينا مساحة انه نشتغل فيها، قال إلك ما تشاء. بلشنا نشتغل بالدائرة، انشأنا للدائرة، هذا باختصار عملك لانه القصة طويلة يعني. نعم. انشأنا بالدائرة صندوق تعاوني للمقترين، هذا صندوق التعاوني للمقترين أخذ معنا 7 سنوات. نعم. لحتى نحن نعمل له إيراد للصندوق، عملنا طابع مالي من 250 ليرة. نعم. وفقونا عليه مجلس النواب بعد جهد جهيد لحتى نغطي الصندوق، لأنه الصندوق عملوا له نظام على الشكل التالي، انه كل مختار بيخدم 6 سنوات، هالست سنوات بياخد 2 شهر عن كل سنة من الحد الأدنى للأجور. نعم. يعني 6 سنوات بـ2 شهر بيطلع له 12 شهر خدمة عن 6 سنوات. بعدين بقلب النظام تبعي الصندوق بيطلع له بونس عن الولادة إذا إجا ولد مثل الموظف يعني، بعدين إذا وفاة بيطلع له بونس وفاة، إذا بده عمر ما عندهش بيت بيستقرض من الصندوق مصاري دون فائدة، إذا بده يشتري سيارة ما عنده سيارة بيشتري سيارة من الصندوق بدون فائدة.
هيدا ضمن النظام تبعية صندوق التعاون للمقترن. هلا لنأمن له مصاري، قلت لك انه عملنا طابع مالي 250، لقينا الطابع المالي قليل جدا، رجعنا عملنا ألف، قدمنا مشروع لمسلوب عملنا ألف، كمان تعبنا لحتى وفقونا عليه النواب الكرام صار ألف. هلا هيدا تشك للصندوق التعاوني للمختارين، وعملنا له اخذنا له مكاتب بالاشرفيه بشارع ساسين، فرشتنا المكاتب اللي له ست ليلى الصرح قدمتنا له، بتوجه لك كل الشكر، قدمتنا له الفرش والكمبيوترات وكذا الى ما هنالك. وافتتحوا الوزير مروان شربي كان وزير داخليه بوقتها، ومش الصندوق على الشكل التالي. هيدا بالنسبة لنهاية الخدمة للمختار. نعم. إضافة لذلك مراحل كذا، فوتنا المختار، عملنا له قرار للمختار إنه فات على الضمان الاجتماعي، على الضمان الصحي درجة تانية، يعني نعم. صار يفوت مختار بس يعمل مختار، شخص بس يعمل مختار بصير مضمون صحيا درجة تانية. نعم. إضافة لذلك هيدا بالنسبة للمختار كمختار شو صار وضعه، يعني نحن بندقر عنا، نحن كان المختار يمسك اي ورقه هيك ويكتب عليها انه افاده مختار، كل مختار يكتب ورقه شكل يعني اشكال والوان. رجعنا نحن عملنا 14 نموذج باتفاق مع مديريه نفوس، اتفقنا نحن يوم وزبطنا 14 نموذج وعممناه على المخاتير، يعني صفا اذا انت بدك تصدر المختار بده يصدر ورقه افاده سكن نفس الافاده بكل لبنان هي ذاتها، يعني نعم. هال 14 نموذج هو المختار بده يلتزم فيهم بكل لبنان بيطلع نموذج واحد. اضافه لذلك عملنا له المختار بطاقه، يعني بطاقه اذا بده يفوت محل بطاقه مختار. كمان وزير الداخليه كان الياس المر الله يوجه له كان يعني عمل معنا الشغل الكثير طيب انه عطى افاده، عطى بطاقه للمختار وكرمهم، يعني بوقت ما عمل هيك خدنا البيال وعملنا احتفال وكرم المختير الكبار بالسن وكذا بوقتها دوله الرئيس الياس المر. اضافه لذلك عملنا له بلاك للسياره للمختار. نعم. بلاك للسيارة. عاملين له على الخدمات كلها. ليش عملنا له بلاك للسيارة؟ لأنه مثلا بيكون راكب هو زوجته وهو ابنه وهو بنته وكذا، بيمرق الحاجز بيقولوا له صف على جنب هيك. نعم. يعني تصوري مختار منتخب، مختار منتخب بده يفوت على الحاجز، بده يوقف على الحاجز لحتى يعرف عن حاله، إذا ما معش بطاقة مشكلة، وإذا ما يعني صار عملنا له بطاقة، عملنا له بلاك للسيارة. وهيدي تعبنا فيها كثير، يعني جبنا له الترخيص من مجلس التشريع والاستشارات بوزاره العدل. نعم. وعملنا له لوجو للمختار، لوجو اللي بده يحطه على السياره، لوجو الاشاره يعني للمختار. نعم. صار يحطها على سيارته، يعني صفي يعرف المختار بس يكون راكب بسيارته صار معروف انه هيدا مختار، يعني نعم. حتى ما يتبهدل. هلا هيدي السيره هيدي نحن تبعناها من خلال نحن بس استلمنا الدائره، بس استلمنا الدائره. هلا تعدل النظام، انا صحيح نحكي عنه بسياق حلقتنا عن تعديل النظام ووين صار، انه صار النظام صار 71 سنه صح تعديل، هو ماشيين بعده نحن ماشيين على سنه 1947. نعم. على التشريع 1947. هلا ما تعدل النظام بس انا كنت بدي اقول لك بالنسبه للصندوق عدلوا النظام بفقره واحده، انه بدل ما يكون للمختار عن كل سنه شهرين صار عن كل سنه ثلاثة اشهر. نعم. وفقولن عليها مجلس النوابين، صار يعني نهايه خدمته بدل ما ياخذ 12 شهر صار ياخذ 18 شهر. نعم. قد ايه حلو عم تشتغلوا عليه يعطيكم العافيه، يعني بعد لقدام اخذت معنا شي 9 سنين 10 سنين تقريبا. نعم. هيدا اللي نعم. استاذ عاطف، شو هي مهام الاعضاء بالبلديه؟ مهام الاعضاء عندكم ببلديه برج براجنه؟ هلا يعني شكل المجلس البلدي رئيسه
نائب رئيس يكون فيها الأعضاء تشكل لجان داخل البلدية، في لجنة البيئة، لجنة الصحة، لجنة الشرطة والسير، لجنة الخدمات الاجتماعية، في عدة لجان موجودة اللي بيهتموا بطبيعة الحال. كل إكيب عمل من هول الشباب بيشتغلوا بيعملوا اجتماعات دورية بيحطوا خطة عمل ومنهاج إنه شو هودني بدي يشتغلوا خلال فترة عملهم. والحمد لله نحن عندنا تقريبا شيء 7 لجان، وفي لجنة التواصل الاجتماعي كذلك الأمر، وكل وحدة إلى مهامها وعم بيقدموا خدمات بالمنطقة وعم يشتغلوا كما يجب. كنت أسأل عن حضرتك عن موضوع الخدمات الإلكترونية، هل شو بتعملوا فيها هاي الخدمات؟ نحن للمشروع المكنني، إذا بدنا نحكي بالمكنني البلديات، بلشت البلديات بلبنان ككل إنه يدخلوا مشروع المكنني لأنه موضوع كتير كتير ضروري. صحيح. نحن صار في عنا جهاز كامل متكامل ببلدية برج برجي عم نحدث كل شيء بالبلدية عن طريق الكمبيوتر، ويكون في كمان تواصل مع المواطن يبلش من هلا يتعاطى معنا ويتعامل معنا. طبعا هذا بخفف عليكم ضغط، بخفف علينا ضغط، يعني في اجراءات كثيره ومشاريع كثيره عاملينها مرتقبه. طبعا في البعض، مش كل المواطن بيقدر بيجابه مشروع المكنني، بتعرف المكنني والاشياء الحديثه بتتعلق بالشباب وجيل جديد اكثر. صحيح. رح نحكي عنهم. مجالس الشباب بالبلديات بدنا نحكي عنه مفصلا، هل بالبلديات صاروا عم يعملوا المجالس للشباب؟ لا، ما في مجالس بلديات كما يجب. شو معناتها الاسم؟ المجالس البلديات للشباب يعني هيدي عمل يعني طرحت بالزمان انه يكون في شباب من شابات وشباب، انه من المجتمع الموجود داخل اي بلدي من البلدات اللبنانية ان يتفاعلوا ويتعاطوا مع البلديات ويقدموا المساعدة من الخارج. صحيح. لانه قانون البلديات ما بيمنع على المواطن اذا بده يشارك او بده يساهم او بده يطلع على القرارات. نعم. او حتى اذا بده يحضر جلسة من الجلسات، ما في شيء بيمنع على الاطلاق. من هون انطرحت هيدي انه يشاركوا كمجتمع مدني يكون فعال، انما بعدها يعني بشكل الاطاره الضيق، ما انه والله ناجحه كما يجب. هذا ما بيمنع انه بعض الشابات والشباب من خلال جمعيات اهليه وجمعيات عاديه بنلاقيهم محمسين بدهم يقدموا مشروع. صحيح. يقدموا فكره، ما عم نوقف بوجه حدا ابدا على الاطلاق، بل عم نرعى نحن كثير بندعم الشباب، ندعمهم بشكل جيد، وعندنا قاعات مخصصه للاجتماعات. صحيح. للندوات للاحتفالات، كل هيدي مأمنينها. يعني ما بنقول لواحد والله ما قادرين نتعاون معك، بالعكس. وانا دائما بركز انه لبنان جديد، ما بس البلديه، لبنان ككل بحاجه لطاقات الشباب والشابات اللي هن يعول عليهم انه يلعبوا مسار كثير كبير بهالبلد لنموه وازدهاره. نعم. سعاده السفير، هل المختار له علاقه بالبلديه مباشره؟ لا، ما له علاقه. بيكملوا بعض؟ هل بتعدوا على الصلاحيات بين بعض ولا لا؟ لا، صلاحيات البلدية شيء وصلاحيات المختار شيء. نعم. ما فيش تضارب بالصلاحيات بين بعضهم. نعم. لأنه مفصول، صلاحيات المختار مفصول عن صلاحيات البلدية. بس في ود موجود ما بين المخاطير والبلدية. نعم. لأنه واجهة البلدية في ود قائم يعني. في ود يعني هلا إذا كان في بالبلدي بلدية، هلا بس إذا ما بيكونش في بلدية، المختار هو كل شيء يعني. هو بيكون علاقته مع المحافظ. نعم. وكل شيء البلدي هو بيكون يعني اي شيء بده يصير بالبلدة هو بده يرجع للمختار، بده يرجع للمختار اذا ما كان في بلدية. عم انا بهذا الاطار معلش، نحن عندنا ببرج براجي عندي انا 12 مختار، حقيقة في تواصل رهيب مع هالمخاتير لبل بينقلوا شكاوى وهموم الناس للبلدية. وفي بعض المخاتير عاملين صفحات تواصل اجتماعي، اي مشكله بده اياها المواطن عند هذا المختار او هذا المختار بوصلكم اياها، توصل دغري، موجوده لعنا دائما بنلبي حاجات المخاتير. انا نعم. وعملت لقاء انا للمخاتير عندي بالبلديه، لقاءين صاروا، وقلنا لهم نحن بخدمه الناس، وقلتوا المخاتير واجهه الضيعه واجهه البلده وبتلعبوا دور كثير كبير. نعم. اللي بتواصل مباشره مع المواطن مش البلديه، المختار بتواصل لانه بيعرف كل واحد وكل فرد، بيه وامه اصله حسبه. نعم. نسبه، رقم سجله، رقم هويته، تاريخه، وحتى بيعرف حافظ على الغيب. هذا السبب عنده يعني. المواطن عنده اريحيه انه والله يلجا للمختار، بيقول له يا مختار بدي كذا كذا. صحيح. المختار بحكم العلاقه مع البلديات ومعنا بيقول والله هذا بحاجه مساعدة، هذا بحاجة لكذا. أنا يمكن كون عم بالغ لو قلت لك، قبل ما أجي لعندك ومن ساعة ونص كان عندي أحد المخاطير. نعم. قصدني على خدمة للناس معوزين جدا جدا بحاجة لشيء وقدمني لكرمال. نعم. هالمختار اللي أنا بجله وبحترمه
وبينجلوا حقيقة المخاطير، دورهم فعال كتير كتير كبير خاصة عندنا بالمنطقة. نعم بكل بكل لبنان هيك يعني، في في تعاون إلا إذا كان في تنافر سياسي. هلا إذا طيب هذا الحمد لله مش موجود عندنا. إذا في تنافر سياسي بمنطقة برج البراجنة إيش حصل يعني؟ إيد وحدة يعني، كان البلدية أو المخاطير إيد وحدة بيكونوا عم يشتغلوا. صار في لوائح مشتركة ما بين دولة الرئيس نبيه بري وحزب الله، تشكلت المجلس البلدي الحالي، كذلك الأمر فيما يتعلق بالمخاطير. بقول لك إنه المسار العمل إن كان على صعيد المخطرة أو على صعيد المجلس البلدي على سمن وعسل 3 سنين و4 أشهر، ما في أي خلاف، ما في أي نعرة، ما في أي كذا. بنسمع نحن في بلديات استقالت، بلديات في حساسية. صحيح. الحمد لله هيدي نحن جاوزناها. حتى الأعضاء بيستقيلوا كمان، بيقولك مثل هذا العضو استقال من مزبوط البلدية. الحمد لله. يعني أنا بدي أقول لك أرجيكي تجانس المجلس البلدي نحن. نعم. المجلس البلدي مشكل من مزيجة من هالناس وهذا. صحيح. ما في صرنا اخذين شيء 700 او 800 قرار، اذا بقول لك بالمجلس البلدي عندي ما في قرار احالته للتصويت الا بالاجماع. نعم. بالاجماع ليه؟ لانه نتيجه التوافق الموجود. نعم. والاقناع بالنهايه ما مشي حاله هذا القرار هلا بهذه الجلسه، بنرحله لجلسه اخرى لمزيد من البحث والحمد. نعم. لله هذا اللي ماشي حاله. بس ما فيك تسقطي هذا الموضوع اللي عم يحكي الرئيس، هذا الموضوع برج البراجنة ما فيك تسقطي على كل البلديات بلبنان. نعم. ما بيسقط لانه يعني بتلاقي في تنازع بكتير من هلا بدها تعمل ب 27 الشهر هيدا اللي جاي، الوزير الداخليه بدها تعمل انتخابات فرعيه. تصوري عندنا بالبقاع عندنا نحن عندنا 18 بلديه من حل. مجموع البلديه 300 بلديه من حل هيدا شو؟ هيدا شو؟ هيدا اثر النزاع. هيدا اثر النزاع، هيدا اثر النزاع الداخلي يعني. نعم. هيدا اثر. بس هلا النموذج اللي قدمه الرئيس هيدا نموذج جيد جدا يعني، خاصة برج البراجنة يعني كتير كتير يعني فعلا يعني. أنا من سكان البرج يعني، أنا من سكان البرج، بس إنه كتير كتير نموذج طيب ببلدية برج البراجنة. نعم. وإن شاء الله إنه يا بابا بقية البلديات بيحزوا حزن إن شاء الله. هذا تمنياتنا، هذا تمنياتنا، لأنه يكون في نفور ضمن المجلس البلدي أو حتى بمجلس المخاطير بيصير في مشاكل. نعم. بيصير في مشاكل وبيصير في إنتاجية. صحيح. يعني في تجارب سابقة صارت إنه كان في كتير من المشاكل أدت إلى وضع معين، بس الحمد لله نحن هلا ماشيين كامل غبيري او بالحاره او بالبريجي او البروج. هذا بجهودك يا رئيس، بجهودك خليك يعني. هذه سياستنا نحن، نحبب العالم كله ببعض البعض بالدرجه الاولى لينجح. صحيح. العمل. نعم. اللي هو العمل الانمائي والاجتماعي. نعم. رح نكمل حديثنا مع حضرتكم، نطلع فاصل وبنرجع. يلا رجعنا معكم مشاهدينا ببرنامجكم نحو حياة أفضل. بدي رحب مرة تانية بالضيوف الكرام موجودين معنا. المحامي الأستاذ عاطف منصور رئيس بلدية برج البراجنة، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا الله. وأيضا الدكتور مدحت زعيتير سفير السلام العالمي لدى المنظمة الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان ومسؤول شؤون المخاطير في وزارة الداخلية والبلديات سابقا، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. كنا عم نحكي على التوافق اللي ببلدية برج البراجنة قد ايه بيساعد على اتخاذ القرارات بسرعة وتنفذوا هالمشاريع. صحيح. هو لما يكون في توافق ولا شك المشروع. نعم. بيتنفذ فورا يعني دون اي مشكلة على الاطلاق. صحيح. ما هي الانجازات التي حضرتك قمت بها بالفترة اللي انت متوليها لحد هلا؟ يعني بدي اختصر كتير، لانه اذا بدي اقول لك عن الانجازات اللي عاملينها ببلدية برج البراجنة كتير شغلات كتير. يعني من استلمنا البلدية كان بحاجة لكتير والمواطن بحاجة لكتير حقيقة. على صعيد النظافة بالدرجة الأولى طبعا نحن في تعاقد مع شركة ست بلو وعنا أكيب بيئي بالبلدية عم نهتم بالنظافة اليومية، بمعنى أنه النافيات ترفع على مدار 24 ساعة ما لم تقتصر أنه مرة أو مرتين بالنهار. نعم. كان في بؤر كتير موجودة فيها كميات كبيرة من النفايات تم إزالتها وتم معالجتها. يعني آخر مرحلة وصلنا فيها ما بقى في شيء اسمه كونتينرز للنفايات بقلب الشوارع، لغيناها اعتمدنا شيء اسمه الصولو. نعم. يعني جبنا حوالي 700 أو 800 صولو لحديت هلأ، حطها منينهم أمام البنايات اللي بيجي على كراجي ودوليب، بنحط النفايات كل 3-4 ساعات بتجي الشركة والعمال بيشيلوا هذه النفايات. نعم. لعب الدور كتير كبير إنه صار في نظافة بنسبة ما رح اقول لك انا 100%، لانه في ثقافه عند بعض الناس يمكن ما عم بيتقيدوا بدوام محدد انه يحطوا النفايات. يعني هذا حديث طويل عريض، بس رغم هذا وكله
انا ماشي بسياسه انه ما في شيء اسمه ممنوع، بقدر ما انه تعودي المواطن وتعودي وتعودي لابد الله بالنهايه بده يقتنع انه انا بدي التزم. اعطيكي مثل اخر، يعني كمان نحن ركبنا حوالي 600 سله نفايات، بالاول ما كان في ولا سله على الاعمده موجوده. كان المواطن انا هون ما بلومه اذا معه شيء بيرميه على الارض، ليه؟ لانه ما في البديل. يا من اوجدنا البديل ولاحظت انا نشحت التجربه معنا 60 او 70%، بعض في ناس بترمي بالطريق هيك معوده، ولكن كمان عم نحاول نحن من خلال بالمدارس من خلال الجمعيات انه تثقيفهم انه الامر اذا حامل شيء بايدك ما ترميه بالطريق. نشحت معنا هيدي التجربه موضوع سلال النفايات والحمد لله، هذا على مستوى النظافه. على مستوى شبكات مياه الصرف الصحي، اذا بقول لك 70% من ميزانيه البلديه عم نصرفها على هذا الموضوع نتيجه الاحتراق الموجود داخل الشبكات اللي صار عمرها 60 و70 سنه، فضلا اللي هي اكثريتها بمنطقه الرمل العالي وبمنطقه الوزاعي، ومثل ما حكيت ببدايه حديثي انه هول الجماعات اللي اجوا قاعدين بشكل مؤقت يمكن ما صار في عنايه واهتمام من قبل الوزارات المعنيه تعمل شبكه صرف صحي كما يجب. لذلك عم نصرف مصاري يوميا هون وهون وهون وهون، هذا خلل كثير كثير كبير. هلا عم نستنجد نحن ببعض المنظمات قدموا لنا بعض المشاريع، عم نحاول اعاده تركيب شبكات جديده بما يتلائم مع وضع و عدد الناس اللي عم يزداد يوما بعد يوم. على مستوى الزراعة بتشوفي انت اذا بتروحي بتشوفي زراعة جنينات حدائق عم نعمل ضمن الامكانيات المتاحة. هل في مطارح منطقة الكوكدي؟ هلا ما هو ما في يعني مفتش على المطرح انه نعمل تكريات، يعني نعمل شغلة انه والله تبين منلاقي وين في زوايا. منطقة سكنية بامتياز، يعني صحيح. ما عاد فيها اراضي وما عاد فيها يعني منطقة الكوكدي إذا بتلاحظي بزورة عملنا مشاريع كتير حلوة بالكوكدي، وإضاءة وإنارة وزريعة، وعملنا مجسمات، عملنا شلالات، عملنا نوافير، هيدي بينت للكل والعالم صارت عم تحكي فيها. يعني في هل مثلا جينا بموضوع الحيطان، كانت الحيطان عند الجدران ببرج براجي يعني مقززة للنفس، خط قرار انا انه كل حيطان برج براجي تنعمل بلون الاصفر الغامق اسمه تقريبا، وطرشتها كل دولة وركبت لوحات إعلانية، لوحة مخصصة للإعلان. نشحت التجربة معي 100%، بدايتها كانت لا، بس كل مين صار بده يحط على يلزق على الحيط نبعث له إنذار ونغرمه، تعودت الناس إنه في لوحات إعلانية لبلدية برج براجي، الإعلان محصور فقط ضمن هذه اللوحة. نعم. والحمد لله نشحت هذه التجربة. بدنا نحكي عن التمويل منين لهالمشاريع كلها؟ وبنعرف كلها مكلفة. هون مشكلة المشاكل، يعني التمويل، يعني التمويل لا شك انه البلديات كلها، انا عم بحكي بلبنان، انا يمكن هلا بحكي مش باسم بلدية برج براج، بكل بلديات لبنان. نعم. وين من كان بتلاقي في صرخة طالعة من قبل رؤساء البلديات. يوم بتقومي باي عمل انمائي، واحد اذا كان قاعد ببيته بده يعمل مشروع شغله، بده يعمل حنفيه، بده يعمل لمبه، بده يحط مبلغ من المال. صحيح. طيب كيف لما يكون في عندك بلدات فيها مئات الالاف من الاشخاص وبلدات كبيره بالمساحه، يعني بحاجه لتمويل. التمويل مصدره للبلديات مصدرين، المصدر الاول هو الجبايه اللي بتاخذها البلديه من الناس اللي هو التكليف السنوي، وشيء اسمه رخص العمار. نعم. انا بقول لك بكل صراحه نتيجه الاوضاع الاقتصاديه المترديه اللي عم يمر فيها البلد هلا، وتعرف الهمروجي مشاريع العمار اللي كانت ماشي اشواط بالضاحيه الجنوبيه ككل هلا وقفت. انا هلا صرنا بشهر ايلول لحد هلا ما اجتني ولا رخصة عمار. يعني رخص العمار كان يفوت على بلدية برج براجي تقريبا 3 مليار 4 مليار 5 مليار ليرة لبنانية، لهلا صفر. طيب انا هال 5 مليار كنت بستخدمهم لاقوم بمشاريع كثيرة، وين؟ ما في مجال. اثنين، بالنسبة للجباية، نسبة الجباية عندنا بالبرج قليلة، يما دخلت انا على البلدية كانت النسبة حوالي 9%. اشتغلت عليها لوصلت ل 25%. نعم. في شريحه كبيره من اللي بيسكنين بالبرج بقول لك انا ما بدفع نتيجه ظروف صعبه، نتيجه وضع اجتماعي، وضع يعني بقول لك يعني هيدا الموجود. هلا هالنسبه اللي بتاخذيها الجبايه من بنسبه. نعم. ال 25% لا تفي بالمطلوب ولا باي شكل من الاشكال لتقومي بمشاريع. ننطر الدولة اللبنانية لتعطينا المخصصات اللي هن الهاتف وغيره والخلوي، في لنا مخصصات ناخذهم
مش حادي مثل ما بيقولوا، شوي 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 كمان هذا ما بفيد. لازم يكون في، نحن حكيناها اكثر من مره، بلديات كبيره وبحاجه، وفي ناس من كل مناطق لبنان عايشه فيها، على الدوله تقدم كثير، ما بس تنطر انه شو في لكم رديات هاتف وكهرباء ولكم ضريبه وخدون. لا، في مشاريع بدها تتنفذ، لازم مثل ما بتخصصوا للطرقات العامه وغيره وغيره، وتخصصوا مبالغ بمئات الملايين الليرات تتوزع على البلديات لتكفي حاجه الناس بالمشاريع المطلوبه. نعم. هل من نص قانوني الانتخاب المختار يكون عنده حامل شهاده مثل اللي بينطبق على النائب او رئيس البلديه او الاعضاء؟ شو هو القانون؟ النص القانوني. هل من نص قانوني؟ النص القانوني نفس الموضوع اللي بينطبق على النائب وعلى رئيس البلديه بينطبق على المختار. نعم. بالنص بيقول انه على ان يكون يجيد القراءه والكتابه بس، ما بده شهاده. ما بده شهادات. المختار ما بده شهاده. ولا رئيس البلديه بده شهاده، ولا الاعضاء بدهم شهادات، ولا النائب بده شهاده. نعم. هذا النص القانوني. هذه معلومه اول مره. مزبوط مزبوط. لا بس هذا عم لك هلا، هو من الناحيه، اذا من الناحيه المبدئيه، نعم، اذا بدنا نحكي مزبوط، يعني مفروض انه رئيس البلديه يكون حامل شهاده معينه، خاصه رئيس البلديه، لانه أكيد. لانه بيعمل قرارات، وبيعمل قرارات اداريه. نعم. والبلديه اداره محليه، ولكن مطبقين هذا النظام، ما بعرف مطبقينه من 1947 ما عدلوه، يعني انه على ان يجيد القراءة والكتابة. يعني بتحسي انه ببلديات، يعني هلأ ليش بصير مثلا بعدنا عم نقول انه في بلديات من حلة؟ في معي خبر لما قدمنا طلباتنا نحن بالمحافظة. نعم. للعضوية البلدية أو المخاطير. نعم. بيعطونا نص سطر كتب أملة عربي، بمعنى شوف إذا أنت تجيد القراءة والكتابة، طيب أنا بارز لك مثلا ليسانس حقوق، بارز لك بطاقة محامي، تصوري النص. مش هيك عم نوصل للخلل اللي حضرته. إيه عم تفضل فيه مظبوط. إيه أن يجيد القراءة والكتابة، بدك تبرهني وتتأكدي، بيعطوك جملة بدك تكتبيها. نعم. تكتبيها وبتقدمي الطلب. مشان هيك بنشوف بالمناطق البعيدة شوي عم بيصير في هذا اللي حضرتك تفضلت عنه، الخلل، يعني ما بيعرفوا يديروا شؤون البلدية. أنا مثل أنا ما لازم. أنا لما كنت رئيس دائرة شؤون المخاطير، نعم، إجيني من فوق 50 شكوى إنه هذا المختار ما بيعرف يقرأ ويكتب، نرجع نجيبه يطلع ما بيعرف يقرأ ويكتب. نعم. يطلع ما بيعرف يقرأ ويكتب، ولكن الظروف اللي بعدنا عم نقول الظروف السياسية عندنا بالبلد، يعني هي بتلعب دورة بهذا الموضوع. ولكن اليوم إذا المختار مثلا ما بيعرف شيء يقرأ ويكتب، مثلا نفترض يعني. نعم. ما بيعرف يقرأ ويكتب، شو بده يعطي انتاجية؟ أو رئيس البلدية. صحيح. أو رئيس البلدية ما بيعرف يقرأ ويكتب، يعني كيف بده يعمل؟ يعني خلينا نحكي الشغلة. ولكن هلا شو المطلوب بالدولة؟ ليش حتى النائب اليوم، النائب بده يفوت مثلا على أن يجيد القراءة والكتابة، كيف بده يقرأ التشريع هذا؟ كيف بده يشرع؟ يعني مجلس النواب اسمه مجلس تشريع، واحد فيت على التشريع بفوت انه بيعرف يقرا ويكتب، يعني انا بس هلا الامور هاي بتمني للاسف. نعم. ليه بنشوف خاصه ببيت برج البراجل انه في كثير مخاطير حول الدوائر، حول الامن العام، شو السبب؟ لا هيدا يعني امر ملفت. هيدا السؤال بيجاوب عنه الرئيس. نعم. بيجاوب عنه الرئيس. بس انا مش بس حد الامن العام، يعني باي دائره رسميه او حكوميه. نعم. ان كان وزاره بتلاقي الكل تجمع حول الوزاره، حول اي مبنى او مبنى. نعم. مؤسسه رسميه. هل في بطبيعه سبب الحال معين ولا لا؟ سبب معين انه بيكونوا قريبين من هذا المركز، طبيعه الحال. اللي بده يجي يقصد، اللي بده طابع، اللي بده اخراج ايد، اللي بده معامله، اللي بده ما رح يروح على التحويطه ويترك زميله. انت شفتي برج البراج لما اذا بتروحي على راس النبع مثلا. نعم. في دائره للامن العام بتلاقي كلهم صاروا برج الامن العام. صاروا كلهم بنفس بياخذوا اوض يعني طاولات. بياخذوا المكاتب هونيك المخاطير، انه لحتى انه إذا بدهم يسهلوا الأمور، وبكون في شغل بدائرة الأمن العام يعني. نعم. يعني شغلة منيحة كمان، يعني مش إنه غلط. لا بالعكس. إيه لا من الملاحظ إنه قانون المخاطير أو التشريع يلي بيسرى عليه المختار، حتى التشريع العام 47 مثل ما تفضلت حضرتك وذكرت، كيف يمكن للمختار أن يطبق الواقع اليوم على تشريع عمره 71 سنة؟ هيدا اللي هيدا اللي عم نعاني منه كنا نحن. نعم. بالدائرة انه ماشي المختار على تشريع 1947. هلأ تنية ما بيستحدث؟ مفروض، هو مفروض يستحدث. نعم. مفروض يستحدث. ما الواقع الاجتماعي
بيفرض حاله، الواقع الاجتماعي بيفرض حاله، انه نحن اليوم فينا نطبق مشروع اللي عم يصير سنة 1947 بالقروش، يعني مثلا كتبين بالنص 5 قروش او 6 قروش او يعني بالقرش، يعني طبعت كيف بدهم ياخذوا، اذا بدهم يعملوا اراضي ما يعطوا، يفرزوا اراضي ما يفرزوا اراضي، بيطلع المختار بيطلع العضو بيطلع له اللي بيطلع له على الـ على الـ يعني اذا بدهم يطلعوا محل على الارض لحتى يفرزوها بيطلع له 10 قروش، تباتي كيف. او مثلا كيف بده ياخذ على الباسبور، قد ايه بده ياخذ على ورقه الباسبور، هلا بخطير بتاخذ 20,000، هي من عندها بتاخذ 20,000، هي عامله نص لحالها وبتاخذ 20,000. ما في تسعيره محدده؟ ما في، لا ما في تسعيره، ما في تسعيره. انا سالني مره مدير الامن العام، بعثوا لي مديريه الامن العام انه المختار شو بيحق له ياخذ، قلت له 7 قروش. نعم. حد اللي 7 قروش كيف يعني منطق. بس هو بياخذ 20,000. إيه صار في بهذا الموضوع فلتان، يعني كل واحد صار استثنائيا البعض يفترض انا برايي وزاره الداخليه تضبط هذا الامر، يعني مفروض من وزاره الداخليه يعملوا برنامج معين بالنسبه للتسعيره. يعني احنا قدمنا كتاب بوقتها للوزير انه يابا بيسوى انه يا اخي خلي الموضوع هذا هي يعني انحسر، طيب مش انا باخذ 20,000 مصر الافتراض وانت بتاخذي 50,000 او هذا بياخذ 5,000، طب ما هيدي الشغله صفت فلتين، يعني مفروض ينعمل نص قانوني فيها انه ورقه الباسبور هالقد، صح مزبوط، ورقه السكن هالقد اذا بده ياخذ سكن. هلا المفارقه وين هي كمان، نحن ليش عملنا طابع للمختار، يعني ليش عملنا طابع للمختار وليش عملنا له نهايه خدمه لياخذ، يعني لانه المخاتير بالمدن شيء وبالقرى شيء. شو الفرق؟ لا لي يعني انا خي مختار، هلا انا خي مختار بده هلا بيجي لي بيقول لي الساعه اللي عملت فيها مختار ليش، بقول انا يوميا بدي 100,000 بدي 50,000 بدي 60,000 طوابع، بحط طوابع منه ابي خدش من الناس، بحط طوابع منه هو صحيح يعني بتضيعك، خصوصا منا ماديه القصه ابدا، انه عم بيأدي خدمه احيانا بيطلع يحط بجيبته كمان ببلاش بنعرف بعض المخاتير كمان ما بياخذ، نحن ما لنا علاقه يعني ندخل انه قديش بياخذ وما بياخذ، منا من صلاحيته. ما عم اقول لك كيف يعني المختار هو بياخذ حسب، يعني اذا بده يعمل افاده سكن بتنولي 10,000 20,000 كذا، بس هذا بالنص القانوني ما في. نعم. ورقه تبعيه الباسبور كمان بياخذ، في ناس بياخذوا 20,000، في ناس بياخذوا 25، في ناس بياخذوا 10,000، ما بعرف، بس انه نص قانوني ما فيها نص يعني فاتحين على حسابهم، فينا نقول ايه حتى المخاتير يعني بالبرج ما بياخذوا من الاهالي بكثير من الحالات، يعني بيقول لك ابن المنطقه ما بياخذ بطاقه فاتي وكذا. هلا بالبرج مثل ما عم يقول الرئيس، بالبرج وبالحاره وبال يعني بيقول لك هذا اهلي بمحليه وقرايبي ما لي عين اخذ منه افاده او كذا، الا اذا خرجت حط طوابق بياخذ رسمه، يعني يعني المختار بهيدا. نحن لما اللي حكينا للرئيس الحريري الله يرحمه من اليوم، قلنا له دوله الرئيس هيك هيك، قال لي شو بدك، قلنا له هي بدها حل هي. صحيح. مختار يجي لعندي مخاتير انا الختم نعطيه الختم، رسم الختم 18,000 كان رسم الختم، ما معه 18,000 ليرة بيدفع الختم، ما معه. نعم. عم نحكي واقع الحال كيف الاحزاب بتجيب المخاتير. هلا هو عادة نحن عملنا دورة نحن مع الاتحاد الاوروبي وجبنا 50 مختار من كل مناطق لبنانية وعملنا لهم دورة انه المختار شو هو، يعني المختار وجهة الضيعة، المختار صحيح. هو الوجه للضيعة، يعني مفروض يكون أقوى واحد بالضيعة ماديا، عنده يعني أرزاق اكتفاء ذاتي وكل شيء، اكتفاء ذاتي هالمختار. هلأ صار يروح يجيبوا المختار الأحزاب، مين يجيبوا مختار معطرة، يعني أنا إجا لعندي مختار بيشتغل بالفحم، بالفحم دايما هون مفسخين يحرم تعتيره. نعم. في دكانجية عاملين مخاتير، واحد فتح دكان عامل مختار، طيب هذا كيف بده يحط طوابع وكيف بده يؤدي يعني خدمه للناس اذا ما معه هو ياكل، يعني رجعنا نحن جينا عملنا هذا السيستم انه يا اخي انت بتشتغل 6 سنين بتعمل مختار 6 سنين، هال6 سنين هودي بيطلع لك عليهم 12 شهر، هلا صار 18 شهر لحد الادنى للاجور بيطلع له مثلا 15 مليون كذا، ما راح يدفع 15 مليون هو بال6 سنين يعني طوابع وما طوابع وكذا. عملنا هيدا السيستم على اساس انه لنساعد المختار، يعني تعزز دور المختار، اذا بدك تفوتي لعنده يعمل شاي ويعمل قهوه ومضافي وما مضافي وطوابع وما طوابع، اخر شيء بقول لك شو بدي من المختار انا مثلا. نعم. عرفتي كيف؟ هيدي كانت يعني الاشياء اللي لازم
تنعمل للمختار. هلا انا بطلب من وزير بهالمناسبه من وزير الداخليه، لانه نحن على معرفه فيها انه من الناس اللي مدركه خاصه للوضع الاداري، انه يتظبط موضوع المختار، يعني ينعمل له تشريع جديد المختار، مش انه كل مختار ياخذ مثل ما بده يعني. نعم، ولكن تفضل كمل. يعني في مخاتير بتاخذ 50,000. نعم، ولكن ليه بنلاقي انه في بين بلد وحده او ضيعه وحده في كذا مختار؟ هل هذا صحيح؟ ايه، مثلا ما هيك الرئيس ابو شو. نعم. مثلا برج البراجدي فيها 12 مختار. نعم، نحن بقانون المخاتير بالقانون بيقول انه بس القريه تصير عدد الانفس فيها 3,000 بتصير مدينه. نعم، او البلديه يعني، او القريه او البلد، بس يصير عدد الانفس فيها 3,000 صفت مدينه، تنزل بمنزله المدن. نعم، وتقسم الى احياء، وكل حي يصبح بمثابه قريه. نعم، الحي قديش بده بالقانون؟ بده 50 نفس، 50 نفس يعني، مش 50 صوت، 50 نفس. نعم، هل 50 نفس هودي بيقدموا طلب على وزاره الداخليه وبيقسموا حي، بيعملوا حي. هالحي هذا بصفي مثل قريه يعني، له مختار، بيجي صندوق لإله بالانتخابات، بصير له صندوق لحاله، بعدين بينعمل له دفتر نفوس لحاله. نعم، يعني حي قائم بذاته، وبينتخبوا المختار اهل هالحي، هالخمسين او الستين او السبعين او اللي هون. من هون بتصفي مثلا بالضيعه بصير في خلافات، بيقوموا ناس بيعملوا حي. صحيح، بيرجعوا التانيين بيعملوا حي. هلا بتصفي مثلا ببعلبك في 22 مختار، ببريتيل في 12 مختار. نعم، بنبيشيت في 16 او 17 مختار، اضافه لكل يعني مثلا بالهرمل ببرج البراجدي عم يقول في 12 مختار. 12 مختار في بيروت قديش في؟ مقسمين احياء كمان، هيدي احياء. احياء الحي بصير انه قائم بذاته يعني. من هون بتلاقي انه في عدد من، بس في شغله بدي اقول لك هي اساسيه، المختار ما بيطلع له اعضويه بالحي، بيطلع مثلا لو نفترض برج البراجدي، مين مختار برج البراجدي الاساس؟ مختار بسموه مختار برج البراجدي، مش مختار حي برج البراجدي. هذا المختار بيطلع له ثلاث اعضوي، بصير في ثلاث اعضوي. نعم، بس بقيه المخاتير لا، مختار حي بس. نعم، عرفتي كيف؟ نعم. هل من مشاكل بتعاني منها البلديه استاذ عاطف؟ مشاكل بتعاني من البلدية في لا، ما في بلدية ما بتواجهها بعض المشاكل. التمويل، يمكن أنا التمويل هذه من الأسباب الرئيسية، إنه هي المشاكل. نعم، إنه النقص في السيولة كبح جماحنا إنه والله نقدم مشاريع كتير كبيرة في ظل وجود إنه الماديات منا ميسرة. نعم، بتحدلك من طموحاتك، بتحدلك من الخطط اللي أنت حاططيها، إنه والله أنا بدي نفذ مشروع ومشروع ومشروع. نحن هلا يعني عم نركز على بعض المتمولين، على الخيرين، بحكيكي بكل صراحه، والحمد لله نجحت معنا هذه التجربه في كذا مشروع. هلا بلشنا عم ننفذهم، من ضمنهم مساهمات فرديه، حابين يقدموا شيء ونجحت معنا. ولكن حضرتك ذكرت بس في المشكله، عم تقول لي شو بعاني البلديه من مشاكل، هو موضوع النزوح في عنا عم بيصير. بدي اسالك عن حضرتك، قلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحطات تلفزيونيه انه منطقتنا لا يمكنها استيعاب المزيد من النازحين. صحيح، ما شو هو السبب تحديدا؟ سبب في عنا يعني، اذا بدنا الدراسات اللي هلا انوضعت بيقولوا لك من 3 سنين لليوم زادت برج براجدي حوالي 40,000 او 35,000. صار في نزوح، ما بس من عده من عده دول عربيه، وتحديدا من سوريا الاكثريه اللي هن الغالبيه. يعني من يعطونا احصاء اولت امبارح بوسط الامم المتحده، مخيم برج براجدي لوحده صار فيه حوالي 25,000 سوري، زائد عندنا بين ال 17,000 و 20,000 داخل برج براجدي موجودين. ما هو اللي بالنهايه هذه على العدد الكبير اللي كمل هي 40,000 50,000، ما هذا بده مي وبده كهرباء وبده صرف صحي وبده يعني عم ياخذ من قدرتك انت الموجوده عندك الاستيعابيه، وبالمقابل هو غير مكلف، وبالمقابل هو لا يدفع، وبالمقابل انه انت ما عم تاخذي منه شيء. عم بيشجعوهم تعالوا يعني تفضل، هو عم ياخذ عم بيشجعوهم المنظمات الدوليه، وممنوع تروحوا على بلادكم وخليكم بلبنان، وعم بيعطوهم معاشات وعم بيعطوهم، بس شو عم بتقدموا للبلديات بالنهايه؟ اليوم في عنا مشكلة طويلة عريضة هلا عم نعانيها، موضوع المدارس الرسمية عملوا دوامين، والوزير
أعداد هائلة من الطلاب السوريين اللي ما عاد لهم أماكن بعد الظهر، وكذلك الأمر فيما يتعلق باللبنانيين. طيب هذه مشكلة، المشكلة الكبيرة اللي واجهتنا أنه هولي إجوا الأخوان السوريين أهلا وسهلا فيهم، نحن بنحميهم وبعهدتنا ومجبورين فيهم وملزمين مثل ما استضافونا بسوريا بالزمان، كمان نحن بالمقابل معاملة بالمثل. بس في شيء أثر على المواطن اللي بلشنا نشعر شيء من التململ، بدي أقول لك إياها، أنه صار في المضاربة الغير مشروعة أو هن بيفسروها المشروعة أو شيء. يعني جزء كبير منهم اجى حل محل اللبنانيين بعملية التعاطي التجاري، استأجروا محلات بيبيعوا بأسعار رخيصة، خلقت مشكلة عندي بالبرج بين التجار اللبنانيين. بالبرج بكل لبنان. بكل لبنان، أنا عم بحكيك على مستوى البرج، في بعض الأماكن والمحلات كتير بنسمع بالإعلام قالوا إنه فلوا ودشرون وإلى آخره، هذا غير مسموح، نحن ما أخلاقنا ما بتسمح إنه نلجأ لهذا التصرف، هي جزء من المشاكل، هذه بدها حل، أنا مش عم بوصل. عم بتحكي مع الوزارات المعنية بهذا الخصوص؟ بتحكي وبترفع الصوت وبيقولوا لك، ومنظمات دولية كله حكي يعني حكي بحكي بحكيك بكل صراحة. فعليا على الأرض. على الأرض ما في اي شيء على الاطلاق، بتجي المساعده. طيب نحن بالنهايه، طيب انا هذا بدي احميه وبده يقعد وبده يستاجر وبده وبده وبده، هي مشكله من المشاكل. زائد البطاله، في موضوع البطاله مش بس موجوده بكل لبنان ومن ضمنها برج برجني، هذه اللي عم نعاني منها. الرئيس عم بيقول عدد سكان برج برجني قبل بشوي 35,000، طيب لما السوريين 40,000 صاروا اكثر من اهل برج برجني. مزبوط. هي واحد. بعدين بتروحي هلا احنا عندنا بالبرج كل المحلات، الحلاق سوري، الحلاق سوري، تبعية الخضرة سوري، تبعية الحلو سوري، يعني كل المحلات سوريين. بعدين احنا عم يحكي الرئيس، يعني انا بدي اضيف على شيء، نحن لما اللي بال 2006 راحوا منا على سوريا راحوا قعدوا 5 أشهر او شهر شهر, شهر ورجعوا اجوا رجعوا اجوا. بس طب نحن صرنا من 2011 لهلا، يعني من 2011 لهلا وصاروا السوريين مستوطنين هون، يعني بعدين اخذوا كل شيء، يعني ما بقى تلاقي بدك فرصة عمل، بدك فرصة عمل. بعدين إضافة إلى ذلك، يعني أنا بدي أشتغل مثلا لو نفترض بألف، هو بيشتغل بخمسمية، بيشتغل بثلاثمية، بمئتين هو بيشتغل. هيدي من المشاكل المستعصية هلا اللي عم يحكي عنها. صحيح، هذه عم نواجهها مشكلة. نعم. زائد إنه بدهم خدمات، يعني في استهلاك للطاقة، في استهلاك للمي، في كل شيء، وبالمقابل ما بيدفعوا، ما بيدفعوا، هلا ما بيدفعوا، ما عندهم، هلا هني قاعدين بشقق وبنايات ومع بعضهم البعض، يعني بالنهايه انه هيدي كمان بعدين بيروحوا بيقبضوا من الامم، يعني بعدين الامم عم تعطيهم. طيب قطعوا بيركضوا بيقولوا اهتموا لنا بالسوريين، شو بدكم؟ بنرمم مدارس، المنظمات الدوليه. نعم. بتقدم شغلات انه والله لانه في سوريين انا برمم هالمدرسه الرسميه، اجوا لعنا اليو ان دي بي على بلديه برج براجي، قال بدنا المدارس، قدر في مدارس خاصة للبنانيين، قال لا بدنا المدارس الرسمية لأنه البرنامج جاي مساعدة السوريين. قال لهم أوكي، في عنا 6 مدارس رسمية برج براجي، بلشوا عم بيرمموا، بس هذا ما بيطعمي خبز، معلش. اجوا مشروع تاني قال بدنا نعمل السلامة المرورية كرمال السوريين، أنا ما بحياتي سمعت فيها، شو هي السلامة المرورية؟ أمام المدارس إنه يعملوا إشارات للأولاد وخط مزدوج وشغلات من هالنوع، يعني فاتوا بهذا المشروع. لما أمنوا السلامة للمواطن اللي قاعد بأي منطقة من مناطق لبنان، دعموا البلديات بمشاريع. صحيح. دعموا كذا، يعني هذا الصراحة. تفضل. وهم بدي أحكي بعد شغلي وحدي، معلش، يعني هذه موضوع العمالة والسوريين وجود، هذه أنا على الدولة اللبنانية توجد الحل، معلش، يعني إعادة الإخوان السوريين على بلادهم. بلاد سوريا صارت 95% آمنة إذا ما كان أكثر، ولكن في سياسة مرسومة عالميا ودوليا لإبقان، في شيء عم يتحضر أو في شيء عم ينعمل. أنا اللي بدي أسأل اللبنانيين أو بعض اللبنانيين اللي بيقولوا إنه لا حرام إذا بده يروح سوريا بدنا نخاف عليه من النظام إنه بده يصير، وهذا كله كلام مش محله. عامل عفو امبارح. أنا السؤال بدي أسأله، هل أنا أي لبناني بده يخاف على السوري شو بده يصير له ببلده؟ ما بدي خاف على لبنان ببلدي شو بدي يصير لي أنا. صحيح. بعد 10 و15 و20 سنة. لك هل هذا الموضوع امبارح الرئيس الأسد عمل عفو عام؟ عمل عفو عام. عمل عفو عام. قالوا تفضلوا شرف. تفضلوا شرف. وبرعاية دولية. طيب الأمم المتحدة بتنزل بتخصص مكان إذا كان في خوف. نعم. في حلول، بس السياسة اللي ماشي باتجاه آخر للأسف. نعم، نحن للأسف لحقص وقت حلقتنا، بعد عنا دقائق على المخرجين. أستاذ سريعا، هالتخفيضات اللي بتعملوها للغرامات هذه شو نتيجتها؟ هل علم أنه ما عم تدفع؟
سريعا توضح لنا اياها. بالقانون ممنوع نعمل تخفيضات وغرامات بالقانون. نعم. في شيء بينعمل بالبلديات اذا كانت البلديه ما قامت بواجباتها. نعم. ضمن مهلة زمنية أنذرت المواطن لدفع البدلات، كل شيء تراكمات قديمة بتموت مع مرور الزمن. نعم. فينا نطالبه فقط من 5 سنوات وجاي. نعم. هلا نحن لا شك يعني بدي أحكيها ولو كانت مخالفة للقانون، إنه أحيانا بنقدم بعض العون والمساعدات للأهالي والتجار خصوصا بهذا الوقت الصعب، عم نعمل تسهيلات فيما يتعلق بالدفع، تسهيلات كيفية احتساب. نعم. المبالغ من جديد وبرمجتها من تاني وجديد. منقسطوها ماشيين بموضوع التقسيط، عم نسهل على العالم. نعم. لأن المؤسسات طالعة صرختها، الأهالي طالعة صرختها، العالم بيقول لك أنا ما عم طلع قوتي، يعني عم نعيشها هيدي المعاناة. أنا هالسنة هيدي ما معقولة شو بيجينا حالات بالبلدية كل العالم طالعة صرختها. نعم. وسريعا الجمعيات كيف تصير التعاون معها؟ هل على أي أساس؟ في تعاون مطلق دائما الجمعيات بتقدموا من البلديه بطلب. نعم. بعض المساعدات الماليه او العينيه او شيء ما عم نقصر معها ابدا. نعم. طبعا ضمن الامكانيات المتاحه، يمكن هالسنه قصرنا شوي مع هون. الجمعيات بتطلب من البلديه انه ترعى احتفالات، ترعى بمهرجانات بدهم يعملوها او اي موضوع صحي انمائي بيئي اجتماعي، كمان البلديه بتقدم، او ثقافي وتربوي وحفلات تخرج، كمان هذه الجمعيات بنقدم لها مساعدات ومعطيات. نعم. يعطيكم الف عافيه على مجهودكم اللي عم تقوموا فيه. شو بتحب تقول سعاده السفير كلمه اخيره للمشاهدين؟ ان شاء الله لبنان بيكون باحلى حالات السنه القادمه، وإن شاء الله بنطلع من هالأزمة الاقتصادية بلبنان، ونتمنى للبلد نحو الأفضل على طول، ونكون كليتنا لبنانيين. يعني أنا بالمناسبة بدي أقول لك شغلة، سألتيني أنا هذا اللي بدي أقوله، يعني أو داخلي بدي أعطيه للمجتمع اللبناني. أنا إنسان شيعي، أنا إنسان شيعي مسلم شيعي، بس أنا في شغلة عندي، أنا إنسان وطني، أنا ابني اسمه أرز، أنا بمضي أرزي، ومضي أرزي، ومسمي ابني أرز، أنا بحب وطني، بتمنى من اللبنانيين كلهم سوا يحزوا هذا الحزو، إنه هيدا الوطن إن نحن نتمسك فيه بكل ما للكلمة من معنى، ونكون كليتنا يد وحدة، إسلام ومسيحية على تنوعنا كلنا سوا، لأنه نحافظ على هالبلد ونطلع من المحنة اللي نحن فيها. وإن شاء الله الرؤساء الثلاثة الله يطول بعمرهم يشتغلوا بهذا الهدف، لحتى نعطي بس سنين إضافية لأولادنا يعيشوا فيها عيشة سلام. صحيح. أهلا وسهلا فيك وشكرا على الحكي الحلو. أستاذ عاطف شو تحب تقول كلمة أخيرة؟ الكلمة الأخيرة هي رسالة بدي وجهها للمسؤولين. نعم. بدي اختصرها بكلمتين. تفضل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. شكرا كثير لكم. هيك مشاهدينا للاسف بكون خلص وقت حلقتنا. بدي اشكر ضيوفي مره ثانيه، الاستاذ عاطف منصور رئيس بلديه برج البراجني، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. شكرا لك على اللقاء الممتع. يعني شكرا كلك زو، اهلا وسهلا فيك، نورتوا استديو نور الشرق. وايضا سعاده السفير العالمي للمنظمه الدوليه لحمايه وحمايه حقوق الانسان الدكتور مدحت زعيت. مرسي لك. مرسي لك. شكرا وللقناه. مرسي. نحن بتشكركم. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. على المعلومات الحلوه والقيمه اللي اعطيتونا اياها بدي اشكركم. ان شاء الله بيكون في لنا لقاءات ثانيه اكيد. إيه. ان شاء الله نحن رح نواكبكم بكل شيء جديد بالباديه. عم بتعملوا لقاءات اجتماعيه يعني حول الوضع الاجتماعي بهالبلد. نعم اكيد. رح يكون اكيد لنا لقاءات ثانيه مع حضرتكم. انترونا مشاهدينا الجمعه الجاي بموضوع جديد. الى اللقاء.